الشوط القادم، علما ان الجائزه سياره للفائز بالمركز الاول. تفضل محمد. شكرا للزميل سالم بركاض العليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير. نتواصل في هذا المهرجان في هذا اليوم، في هذا اليوم المتميز، بث مباشر عبر قناة الواحة أيضا التراثية، من تنقل هذه الأحداث الكبيرة على البركة. إذا متابعينا الكرام، تنطلق هذه الشعارات في شوطنا السادس الذي يحمل فئة الجعدان. مباشرة نذهب لنتعرف على الأسماء المشاركة. أول المراكز غازي سلطان بن راشد بن سرود المنصوري، هو من بدأ يغزي على البداية وينطلق إلى المركز الأول، بينما مشكور يتواجد بثاني المراكز بشعار محمد بن راشد بن مرخان، والمركز الثالث أرى شاهين قادم لعبيد بن مصبح بن عبيد بن يولق من يتقدم بثالث المراكز. أما المركز الرابع فوصل المتحد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد من يقدم المتحد، أو مياس قادم المطر بن عبيد بن محمد بضبيعة من يقدم أيضا مياس برابع المراكز. والمركز الخامس أرى اسم جديد بدأ يتسلل بهذه اللحظات، مشعل قادم سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي من يقدم مشعل، بدأ يشعل حرارة الشوط، ولكن بن سرود إلى الأمام إلى المقدمة ماخذ المركز الأول، يتقدم بهذا الشوط. الجائزة سيارة لمن؟ الناموس سليمان. يا سلام، غازي إلى الأمام، غازي مع المركز الأول بدون أي تعليمات، بدون أي أمر، ولكن بدت التعليمات، بدت بن يولق أحاول اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص هو صاحب الانتصار. تهانينا لسلطان بن راشد بن سرود المنصوري هو صاحب الانتصار، تهانينا على فوز غازي بالمركز الأول. أما المركز الثاني وصل شاهين وقدم عرض، شكرا يا بن يولق عبيد بن مصبح بن عبيد بن يولق. بينما المركز الثالث هملول أحمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي هو من وصل مع المركز الثالث. هكذا إذا المتابعين الكرام، أعود مع التوقيت الزمني، ولكن للأسف التوقيت الزمني لم يحضرنا بهذا الشوط. تهانينا إذا متابعين الكرام لمالك غازي سلطان بن راشد بن سرود المنصوري على هذا الانتصار، تهانينا لكل الفائزين. هكذا إذا متابعينا الكرام نستمر معكم بهذا اليوم، بهذا المهرجان الكبير الختامي لسن الصغار، وإلى الانطلاقات القادمة بإذن الله.